الأم عندنا الآن في هذا الأزمنة إلا من رحم الله، الأمهات ماذا تصنع؟ كيف تربي الولد؟ Allo, bonne maman, bonne madame, qui n'a responsable la cour avec les enfants, qui m'a aidé à élever les enfants? إذا كان يبكي الولد. Si un enfant il pleurait par exemple. كيف تسكت الولد؟ Qui m'a aidé pour faire un enfant rester tranquille? نعم. كيف تسكت الولد؟ Il m'a dit qui m'a aidé pour faire un enfant. تأخذه على يديها. وبان لي دو لا مين وتقول له مثل يعني عندنا اناشيد او كذا تريريريت مثلا اي دي باغ اكزام بايلونو انا سي سي دو دو بابا او سي ام لي اكسيتيرا ينشا الولد على ماذا سا سا فاي بو غي ايلفي لو كوا على هذا الكلام اي بو ليف اي بو غي ايلفي دا سا فاصون بو فير لي كلام ضائع اي بان باول كي اي با اسلاميك با كي نو دي ينشا ممكن على الاغاني يبو غاي ليفي لو سابتي لا ميزيك الام في موريتانيا بن ماما دا موريتانيا عندما تسكت الولد كيف تسكته لتازو تا في في سا سانفا ريبليري كي مو يزو في سا سانفا تقول له الابيات التي قالها ابن مالك في النحو تقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم اجي سبحان الله Sa maman là-bas dans Mauritania, il prend un bon poème dans la connaissance Alfia Ibn Mali, qui est un livre qu'il écrit dans l'arabe ça. Alors il sent, à cause du poème, au santé, il sent sa bonne poème, qui ses enfants, il peut grandir avec sa la connaissance de son latin. Ou tu écris sur le Coran, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ou bien qu'il fait, il lit le Coran avec ses enfants, il était fait, il a récité dans le début de Chibchi. فينشا الولد على القران على السنه على الاحاديث على المتون العلميه الواس حزافاي غاي ايليفي لو قران لو حديث لو بان تشيليف كيو بيزي ميموريزي دان لا كونيسانس ولهذا تجد اغلب الناس في موريتانيا يعني يحفظ القران يحفظ الفية ابن مالك السبب الام الو بوفا ماسوريتي بان جيمون دا موريتانيا زوتين ميموريز قران زوتين ميموريز الفية ابن مالك دان لان عرب دا غرامي وتجد يعني عندنا كثير يحفظ هذه الأشياء لماذا لأن الأم علمت الولد على هذا. Alors vous voyez beaucoup d'enfants là-bas dans Mauritanie, sur quand tout ça là, quoi, sa maman qui nous a grand rôle depuis l'inchi baba. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. يجي أسماء في أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هي أم عبد الله بن الزبير. إمامة عبد الله بن الزبير رجع صحابي. كانت عندما تسكت عبد الله. نعم لتينا في فيه عبد الله رسل تنكيل تقول أنت تكون بطل نبيل هو الطفل الآن تقول أنت بطل ستكون بطل شجاع رجل يجي يصدق لي بوهم وفي نقرى صبيان دا سا ريليجون أبوه في عبد الله بن زبير فيني يغانجي كما يغان وخرج بطل صلب يصوتين فين صبيان هذه الأمهات كم سامين بن ماما سيكوزي كانت أسماء تقسو على عبد الله بن الزبير تقسو عليه قسوة في التربية. يجي أسماء تسيء بك عبد الله بن الزبير ده صن إليفانس لتجتيبتي. فخرج رجلا صلبا. ألوين صوتين صن كي سوليد. يقال والله أعلم أن الزبير كان إذا خرج في الجهاد يضع أمامه من درع. لابد درع يتقي به السهوم. الزبير عندما يركب على الفرس يخرج للجهاد من يضع أمامه درع لابد عشان يتقي السيوف والسهام نعم يجي زبير داسو عبد الله لتاي سوتي بالا غير يمد devant lui un shield لو سون سيفال كي بالي كومبسي غي تابيك سا يضع أمامه عبد الله بن الزبير ابنه لكن كي يمد devant lui مت سون عبد الله بن الزبير يضع أمامه يمد سون غاسون عبد الله بن الزبير devant lui يعني تخيل الولد امام الاب زيس ميدازون ليسوي بانسي بيتي ديفون بابا هؤلاء يعني كان الاصل تربيه الامهات التربيه الصالحه ايموتينو سابان لوريزين سي اليفاز ان بون اليفاز اسلاميك كي نامن زون سانيفو صلاح الاباء له دور في صلاح الاولاد الو ايجينو بو بارون pratique zodine il joue un rôle l'élevage de nos enfants pratique dine